كشف وكيل النيابة العامة السعودي شلعان الشلعان اليوم الخميس 15 نوفمبر 2018 خلال مؤتمر صحفي عن نتائج التحقيق في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، وسنرى أولا أهم النقاط وبعد ذلك فيديو المؤتمر الصحفي بالصوت والصورة، وشاركونا بالتعليقات. تم توجيه التهم إلى 11 شخصا في قضية خاشقجي. طلبنا من تركيا تزويدنا بالأدلة والقرائن والتسجيلات الصوتية. واقعة قتل خاشقجي بدأت يوم 29 سبتمبر الماضي. جثة خاشقجي تم تجزئتها بعد القتل ونقلها إلى خارج القنصلية. تم تشكيل فريق لاستعادة خاشقجي بأمر من نائب رئيس الاستخبارات السابق، مستشار سابق ساهم في الإعداد لعملية استعادة خاشقجي. قائد مهمة استعادة خاشقجي قرر قتله في حال فشل في إقناعه. 5 متهمين قاموا بإخراج جثة خاشقجي من القنصلية بعد تجزئتها. شخص واحد قام بتسليم جثة خاشقجي بعد تجزئتها إلى متعاون محلي. المتهمون قدموا تقريرا كاذبا لنائب رئيس الاستخبارات السابق. الموقوفون أنكروا قتل خاشقجي في البداية. فريق استعادة خاشقجي قدم تقريرا كاذبا في البداية. شخص واحد قام بتعطيل كاميرات المراقبة في القنصلية. تم رسم صورة تقريبية للمتعاون المحلي وسيتم تسليمها للجانب التركي. المستشار السابق تم منعه من السفر وهو قيد التحقيق. أصل مهمة الفريق كانت إقناع خاشقجي لإعادته للمملكة. أسلوب الجريمة عراق ثم حقن أدى لوفاة خاشقجي. طلبنا من الأتراك إفادات الشهود وهواتف المجني عليه. التحقيق مع 21 شخص وتوكيل التهم إلى 11 لدورهم في قتل خاشقجي. طلبنا التوقيع على آلية التعاون مع تركيا للتحقيق في قضية خاشقجي. نظام الإجراءات الجزائية يمنع الإفصاح عن أسماء المتهمين. لا نعلق على شائعات أو على تسريبات الإعلام التركي. قائد فريق استعادة خاشقجي هو من اتخذ قرار قتله. تم رسم صورة تقريبية للمتعاون المحلي وسيتم تسليمها للجانب التركي. ربما يعني تتفق سعادتكم انه المساله انه فريق تفاوض ذهب معه ربما قد تكون غير مقنع بالنظر للتقارير الاعلاميه التي خرجت، وايضا السؤال عن الدافع، اذا هو فريق تفاوض لماذا 15 شخص يذهب ويقال ان معهم ادوات معينه؟ طبعا لم يتطرق البيان بيان حضرتكم الى ما هي الادوات او هل التقارير صحيحه. باختصار سؤالي هو عن الدافع. أولا أظهرت التحقيقات حتى تاريخها أن أصل الحدث كان هو إقناع المواطن المجني عليه لإعادته إلى المملكة، وتم تشكيل فريق مكون من 3 مجموعات، تفاوضي واستخباراتي ولوجستي. وحينما في صبيحة اليوم يوم الجريمة استطلع قائد الفريق التفاوضي المكان فتعذر عليه نقل المجني عليه لو تم إعادته بالقوة، فقرر قتله في هذه اللحظة. تفضل. السلام عليكم، مالك الروقي من تلفزيون MBC. ثابت اليوم أن الجثة تم تقطيعها حسب الرواية التي صدرت اليوم. سؤالي هنا، كيف توصلتم إلى هذه الأدلة؟ كيف توصلتم إلى هذه المعلومة؟ وهنالك أيضا تسريبات تتسرب عبر الصحافة التركية وغيرها أن الرأس أخذه معه، يعني فرقة الاغتيال أخذت الرأس معها وهو الجزء الوحيد الذي أخذته من الجثة. نتحدث كيف وصلتم المعلومة وما مدى صحة هذه المعلومة التي تنتشر في وسائل الإعلام التركية؟ ظهر من خلال التحقيق مع الموقوفين أن الجثة سلمت بعد تجزئتها إلى متعاون في إسطنبول. أما ما يثار في الإعلام من أدوات وغيرها فإنها لم تثبت في التحقيقات. تفضل.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله. سليمان العنزي من صحيفة الوطن. تحدثتم عن متعهد التركي أن سلم أحد أعضاء الفريق هو شخص واحد، الجثة إلى متعهد تركي. هل تعاونت السلطات التركية بخصوص المتعهد؟ هل تعرفت عليه؟ هل لديكم معلومات أنتم عن المتعهد؟ الجزء الثاني، هناك عنصر مهم بالقضية وهو التي تدعي أنها خطيبة مواطن جمال خاشقجي. هل طلبتم التحقيق معها؟ هل تواصلتم معها؟ هل عرفتم أي شيء عنها؟ ما علاقتها بالقضية؟ تبين من خلال التحقيقات ومن خلال من تم تسليم الجثة إلى بعض المعلومات عن المتعاون وإلى رسم تشبيهي، وسيتم تسليمه إلى الجانب التركي الشقيق لأمر التحقيق هناك. تفضل. الشيخ ناصر حقباني من صحيفة الشرق الأوسط. تردد في وسائل الإعلام أخيرا عن دور المستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني في هذه القضية، ما هو دوره في هذه القضية وهل تم إحالته للتحقيق؟ تبين من خلال التحقيقات الجارية حتى تاريخه أن دور المستشار السابق يتمثل في التنسيق من قبل نائب رئيس الاستخبارات العامة في طلب من كان في طلب الانضمام قائد مجموعة التفاوض وهو من كان يعمل معه، وكذلك طلب المستشار السابق الالتقاء بالفريق ومجموعة التفاوض، ولذلك ليطلعهم على بعض المعلومات التي قد تفيدهم في هذه المهمة بحكم تخصصه الإعلامي، واعتقادا منه أن المجني عليه رحمه الله تلقفته بعض المنظمات المعادية للمملكة، وأن إعادته إلى المملكة هو يعد نجاحا كبيرا لهذه المهمة، علما أن المستشار السابق قد تم منعه من السفر وهو رهن التحقيق. تفضل. معالي الشيخ محمد الشهري، صحيفة المواطن. لماذا تم تنفيذ هذه العملية من فريق مكون من 15 شخصا؟ ألا يعني ذلك أن النية كانت مبيتة لقتل جمال خاشقجي؟ من خلال التحقيقات تبين أن أصل الحدث هو إعادة المجني عليه وإقناعه إلى المملكة، وتعلم أن الفريق المكون هو موزع عليه بعدة أدوار تفاوضي واستخباراتي ولوجستي. حبيب الشمري، جريدة الجزيرة. تحدث سعادتكم عن 3 طلبات للجانب التركي فيما يتعلق بالحصول على المتعلقات، هل من بين هذه الطلبات طلب لأشخاص أتراك في هذا الموضوع وما هي علاقتهم؟ طلبت النيابة العامة من الجانب التركي الشقيق 3 طلبات، وهي الطلب الأول هو بتاريخ 8/2/1440، والطلب الثاني هو بتاريخ 16/2/1440، والطلب الثالث هو بتاريخ 22/2/1440، وطلب منهم عدة طلبات، منها شهادة الشهود الذين سمعت شهادتهم، وكذلك هواتف المجني عليه ومقر إقامته ونسخة من محتويات قال ونسخة من الرسائل الإلكترونية التي في جواله، وكذلك التسجيلات المحيطة والتصوير بالمبنى القنصلية والتسجيلات التي تسرب عنها الإعلام أنها موجودة لديهم. السلام عليكم. مع الشيخ مفرح الشقيقي من روتانا خليجية. تحدثتم في البيان عن طلب التسجيلات الصوتية من الجانب التركي، سؤالي من شقين. السؤال الأول، كيف تقيسون تعاون الجانب التركي في التحقيقات من بداية القضية حتى الآن؟ والسؤال الآخر، هل لديكم معلومات أكيدة في النيابة العامة عن وجود تسجيلات صوتية لدى الجانب التركي؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فكيف وصلتهم هذه التسجيلات الصوتية؟ شكرا. طلبت النيابة العامة من الجانب التركي توقيع آلية
تعاون خاصة في هذه القضية لتزويد الجانب التركي بالتحقيقات وفقا لأحكام النظام ولسرية المعلومات، وكذلك لتحديد نقطتي اتصال بين الجانبين، وكذلك لتزويدنا بما لديهم، وما زالت النيابة العامة تنتظر ذلك. عيسى الحربي، صحيفة سبق. معالي الشيخ، ما يخص أسماء الموقوفين، هل سيتم الإعلان عن أسماءهم بعد انتهاء التحقيقات؟ شكرا لكم. بالنسبة لأسماء الموقوفين، نظام الإجراءات الجزائية منع التسريب عن أسماء الموقوفين، ما زالت القضية في التحقيقات. تفضل. السلام عليكم. محمد محمود من قناة سكاي نيوز عربية. سؤالي معالي الشيخ، يرد في الإعلام التركي كثيرا عن تسريب لتسجيلات موجودة لديهم عن تفاصيل دقيقة للحادث، يوم بعد آخر أو أسبوع بعد آخر تصدر هذه التسريبات من قبل الإعلام التركي، هل ثبت لديكم، خصوصا أن النائب العام ذهب هناك إلى جمهورية تركيا، هل ثبت لديكم أن هذه التسجيلات فعليا موجودة؟ هل سلمتها لكم؟ هل استخدمتم هذه التسجيلات في التحقيقات التي قمتم بها؟ أولا، النيابة العامة لا تعلق على إشاعات ولا على التسريبات. ثانيا، أن تم طلب من النيابة العامة كما ذكرت 3 طلبات، وما زالت النيابة بانتظار ذلك. آخر سؤال. منصور الشهري من جهة وكذا، سعادة المتحدث، ذكرتم في بيانكم أن هناك كان تعطيل كاميرات المراقبة داخل السفارة، هل كان هذا بالمصادفة أو كان هناك تنسيق مسبق لتعطيل الكاميرات؟ ذكرنا في الإيجاز أن كان ثبت أن تعطيل الكاميرات من أحد المتهمين. تفضل. آخر سؤال. شكرا. فيفيان نيريم من صحيفة بلومبرغ نيوز. هل كان لدى سمو ولي العهد أي دور في أو معرفة عن القضية؟ والشق الثاني، متى تعلم ولي العهد عن قتل جمال خاشقجي؟ أظهرت النيابة أن الآمر بالاستعادة هو نائب رئيس الاستخبارات العامة، وهو أمره هو إعادة المجني عليه بالرضا أو بالقوة. كما أظهرت التحقيقات أن الآمر بالقتل هو رئيس فريق التفاوض بعد اطلاعه على موقع القنصلية في صبيحة يوم الجريمة. لم يكن عنده أي معرفة، وذلك وكما قدموا تقرير مضللا عن المهمة، وبعد التضارب ما يقارب 10 أيام صدر الأمر السامي الكريم بإحالة الموضوع إلى النيابة العامة للتحقيق فيها. تفضل. آخر سؤال. شكرا شيخ. ستيفن كيلن من وكالة رويترز. هل أثبتت مكان وجود الجثة بعد تسليمها للمتعاون المحلي؟ أعد السؤال. هل أثبتت مكان وجود أو وصول الجثة بعد تسليمها للمتعاون المحلي، وهل في أي معلومات هل تم وقف أو قبض على هذا المتعاون؟ ما زالت التحقيقات جارية في بهذا الصدد، وسيتم تسليم الجانب التركي الشقيق ما تم توصيله معلومات حول هذا المتعاون. السلام عليكم ورحمة الله.